وسولني قال لي واش بغيتي تلعب مع المنتخب ديال المغرب؟ على سؤال بحال نقول لي لا، قلت له ضروري، قلت له ضروري. شوف الدارجه ديالي ضعيفه، وبغيتيني نقول لك كي غادي نحس بها؟ ما يمكنش. عندي احسن والده في العالم، شحال كنبغيها. الله يحفظك، الله ينجحك، توحشتك بزاف. عندنا في قلبنا فاش كنفرحوا خصنا نفرحوا مع الوالدين، خصنا نفرحوا مع العائله، داكشي اللي عندنا حنايا. وكنت بوحدي في داري، وكنت كنغوت بزاف، كنغوت. الجيران يمكن كانوا كيسمعوني، ولكن ماشي سوقي، راه بلادنا. كنت كنفكر على واخا واش نقدر نربح الفلوس بها، ولا يكون عندي حياه زوينه، ولا نلعب مع المنتخب. اول فاش كنت صغير كاع، كنت غير كنفكر على واخا محيت بغيت نلعب الكره محيت كتعجبني، بغيت نلعب الكره محيت كتفرحني. شفت جمهور ديال اتحاد طنجه، راه داكشي با نورمال. عمري ما شفت شي حاجه بحال هذيك. زعما هما كيغنيو 90 دقيقه مقابله كامله وهما كيغنيو. انا فخور بان مغربي، وكنتمنى نلعب مع المنتخب ديال المغرب ونهز الرايه بحال هكا ونوريها لبلادنا. السلام عليكم، انا سواهم، معكم هنايا في المغرب، كنلعب الكره في هولندا عند هيراكليس اميلو، ودابا جالس معكم. انا خلقت في الالمان في ليفركوزن، الاصل ديالي الريفي، راني مغربي، الوالدين خلقوا في التمسامن. بديت بالكره كان عندي يمكن 4 سنين، لعبت في ليفركوزن في واحد فرقه صغيره سميتها توس غايندوف. من تما مشيت لاس فور شليبوش، حتى هي فرقه صغيره. وفاش كان عندي يمكن 15 عام، اف سي كولن شافوني في واحد تورنامنت، شافوني ولعبت مزيان الحمد لله، وقالوا لي اجي تريني معانا. مشيت لتما، شافوني لعبت مزيان الحمد لله، وقالوا لك واخا نعطيو لك كونتراكت تبقى معانا عند اف سي كولن. وكنت تما واحد 5 سنين كنظن، من تحت 16 حتى لتحت 23 اللي لعب معاهم. وكان عندي عاوتاني واحد عند كولن، كان عندي واحد جوج مقابلات لعبتهم مع بروفيسيونال، مع الفرقة الأولى. لعبت أوروبا ليك مقابلة، ومقابلة مع بوندسليغا. زعما ديما كنت كنتريني بزاف، كل نهار كنت كنخدم كنخدم في الكورة ديالي، كنحاول نكون لاعبي أحسن. والوالد ديالي ديما كان كيترينيني، كان هو كوتش ديالي. والعائله كامله، صراحه العائله كامله ديما كانت كتشجعني. واش العائله في المغرب ديما كانوا كيسيفتوا لي الميساج في فيسبوك، في واتساب، كانوا كيقولوا لي راه عجبنا الحال فاش شفناك، وداك الشيء الله يعاونك، وداك الشيء زعما راه كتحس به. وعاوتاني يا الصراحه حتى الا كنت كنتريني بزاف، حتى الا كنت زعما حماقيت على الكره، ما كيعجبنيش نقول زعما انا اللي احسن من شي واحد. كنشكر ربي وصافي، حيت بزاف الناس اللي كيحاولوا كيترينيو بزاف، ماشي غير انا، بزاف الناس، بزاف دي الناس اللاعبين ديال الكره كانوا كيحاولوا يلعبوا مع بوندسليغا ولا شي حاجه، ولكن ما صدقاتش. ولكن كنقول راه كل شيء مكتب. لا، ما كانش سهل القرايه والكره. زعما انا النهار ديالي فاش كنت كنلعب مع اف تي كولن، كان عندي 15 عام، كنت كنوض مع 6 الصباح، كنمشي بالتران، كنمشي لكولن، حيت انا كنت كنسكن في ليفركوزن. مشيت بالتران، مشيت لكولن، مشيت تما المدرسه حتى ثلاثة ولا أربعة. من تما مشيت لواحد سميتها جايسبوك اكاديمي، تما غير اللاعبين ديال اف تي كولن. مورا المدرسه كيدخلوا تما، كاين تما الماكله، كاينين تيتشرز اللي كيعاونوك باش دير هوم وورك ديالك، وداك الشيء زعما ديك الحوايج ديال القرايه، وكتاكل، ومن تما كتمشي لونتريمون. لونتريمون راه زعما شي 5 دقائق على رجليك. مشيت لونتريمون، مورا لونتريمون كاين واحد شي واحد كديك للدار بالطوموبيل. صافي ديك من 6 الصباح حتى 8 ولا 9 العشيه كنكون
ما شفتش الدار، ما شفتش الوالدين. وفي الاخر مشيت للدار كت بريباري كل شيء النهار الجاي، تمشي تنعس. شي هو نهار هذيك الحياه ديالي فاش كنت صغير هي حياتي ديالي، زعما ما كانش عندي شي حاجه اخرى. هذاك الشيء قلت زعما الحمد لله، ولكن خدمت لذاك الشيء، راه حاولت كل نهار ندير. كاينين شي يوم فين نوت وقلت هادشي بزاف عليا ما خطرتش، ولكن راه كتقصح كتقول راه هذا هو بغيت نوصل على داك الشيء كدير. لا الوالدين كانوا كيقولوا لك اولا القرايه، ولكن الا خضرتي ديرهم بجوج واخا، زعما خصك تسالي القرايه ديالك وتقدر حداها تقدر تلعب الكره. زعما الوالد حتى هو كيحماق على الكره، كان كوتش ديالي، كان ديما كيعاوني بالكره، ولكن يا داكشي اللي كنقول لكم. زعما الاول القرايه، والا ساليت بالقرايه نقدر نزيد بالكره. لو كنت خايب في القرايه قولوا لي صافي ما كايناش الكره، بقى في دارك واقرا. اللي كيعجبني بزاف صراحه اوناحي زعما ستيل ديالو اللي كيلعب الكره، داك ستيل اللي كيعجبني بزاف. و لا ولكن صراحه كلشي بهم اللي لعب هاد الكاس. لعبت مع اشرف، لعبت مع نوسير، ولعبت مع الياس شاعر صراحه حتى هو زوين بزاف كيلعب الكره، معلم بزاف. ما لعبش بزاف هاد كاس العالم ولكن راه معلم. ولعب مع الناصيري حتى هو، حمزه منديل، ولكن ما عرفتش واش كنت مع المنتخب تحت 23 لعبنا ضد مالي جوج نوبات، كان كواليفيكاسيون ديال اولمبيا، زعما الى غلبنا غادي نلعبوا مع اولمبيا او افريكا كوب جوج، ولكن خسرنا. كنت كنلعب مع فوفل اوسنابروك في ديفيزيون الثانيه، كنا لاعبين مزيان فرقه كامله، وعيط لي باتريس بوميل، عيط لي في التليفون وسولني قال لي واش بغيتي تلعب مع المنتخب ديال المغرب. على سؤال بحال نقول لي لا، قلت له ضروري I would be very proud because هو كيهضر باللونغلي، قلت له I would be very proud to wear this jersey. وهو قال لي شوف الدارجه ديالي ضعيفه، وبغيتيني نقول لك كي غادي نحس بها؟ ما يمكنش. It was exciting. It was just like unbelievable, like a moment you always were, like when you were a kid you were dreaming about this moment and now it just came true. It's like unbelievable, I can't describe it. منين جيت للمغرب مع المنتخب وصلت في الليل، كان الياس شاعر في البيت كان ناعس، ودخلت عندهم حيت الطياره ديالي كانت في الليل. وفي الصباح كنت عقلت على الياس انا، حيت شي خمس سنين تماش 2010 ما عقلتش، كنت تما مع الدراري اشرف ونصيري والياس، كنت عقلت عليهم صافي. دير فاش كنت تما كنت مع الياس ونصير مزراوي واشرف حكيمي اللي كنت بزاف معاهم، حيت هما كانوا كيهضروا باللونغلي، كيهضروا العربيه، ولكن حنايا كان عندنا واحد جروب ديال اللونغلي، وزعما ظريفين بزاف صراحه. دابا غير اشرف الا نهضر مع عليه راه لاعب كبير بزاف، كيلعب مع احسن لاعبين في العالم، و زعما واحد الولد ظريف، اما زعما كيبغي بلادو كيهضر مع زعما كيحاول على بلادو، كيبغي الى ربحو، كيدير كل شيء لبلادو، و زعما ظريف كتشوفها في قلبو، زعما ولد ظريف. منين كان كاس العالم كنت كنتفرج ضروري اي ماتش، وكنت في هولندا، عائلتي كتسكن في الالمان، وكنت زعما بوحدي، كنا كنتفرجوا بزاف مع الفرقه ديالنا، كلشي عامر بالناس من هولندا وداك الشيء، وعاوتاني هولندا عامره بمغاربه، صافي ديما كانوا كيسولوني زعما كتظن المغرب هذا العام غادي يديروا شي حاجه، كتظن غادي يديروا، قلت له ضروري غادي يديروا، عندنا لاعبين مزيان، وما كانوش كيتيقوني، حتى الحمد لله ورينا لهم، ورينا الاوروب كامل، ورينا العالم كامل، الى المغرب والله الى عندنا بزاف، عندنا زعما الكره مهمه هنا بزاف. كما قال واحد النوبار كراكي قال لك
ما عندناش بزاف الناس اللي كيشوفوا عند مدرب ديال افريك، ولكن كنظن مورا هاد كاس العالم ورينا لهم الى الكره ديال المغرب، وغير ديال بعدا ديال المغرب راه شي حاجه حلوه، راه كنلعبوا الكره ماشي غير كنربحوا، كنلعبوا الكره زوينه. عندي احسن والده في العالم، شحال كنبغيها. الله يحفظك لا ينجحك، توحشتك بزاف. سجلوا اللي بينا حنايا مغاربه دابا في اوروب اللي كانوا كيهضروا عليها بزاف حتى في نيوز بيبر، كان الحب ديال الوالدين والحب ديال الوالده، داكشي عمرهم ما شافوها. شفنا بوفال كيشطح مع الوالده مورا اللعب، زعما اول حاجه اللي كتجي لك في بالك فاش كتفرح، فاش جات لك شي حاجه في الحياه اللي ديما كنتي بغيتيها، اول حاجه هي الوالده، بغيتي تعيط لها بحالي انا صراحه. كل واحد عنده بحال دابا تعيط الوالده ديالك ضروري. فاش عيط لي الكوتش ديال المغرب نلعب مع المنتخب، شكون اللي عيط؟ كان عيط الوالدين اول حاجه، حيت حنايا راه عندنا في قلبنا فاش كنفرحوا خصنا نفرحوا مع الوالدين، خصنا نفرحوا مع العائله، داكشي اللي عندنا حنايا. وداكشي جا لهم في شكل ولكن عجبهم، قال لك واش كلشي بكم هكاك، واو عجبني الحال، راه شي حاجه زوينه. العالم كامل هضر علينا، عالم كامل من خدم الاسلام حتى الى الاسلام ضروري. الى 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 كتفرح فاش كتفرح، الى كدير السجود زعما كتفكر كتشكر ربي. تا هي انا فاش كنماركي كنديرها، وكانوا كيسولوني واحد النوبه، قال لك صحاب فاش مشيت لتحت قال لك واش قصحتي ولا علاش مشيتي لتحت؟ قلت له لا، راه بحال فاش كنصلي تا هي كنديرها. زعما خصك تشرح لهم وكتفسر لهم، ولكن في كيف فهموا احسن مقابله هي اسبانيا، هذيك واعره بزاف، عمرنا ما نساوها. بينالتيات ام قبل كي لعبنا، داكشي كنقول لك زعما ماشي غير ربحنا، لعبنا زوين. كنت صراحه انا كعجبني نتفرج مقابلات بوحدي، بحال انا كعجبني نتفرج مزيان وندير اناليزي ونشوف شنو مزيان شنو ما مزيانش. وشي مره كيعجبني الى شي مقابله مهمه نكون بوحدي، وكنت بوحدي في داري وكنت كنغوت بزاف، كان غوت الجيران يمكن كانوا كيسمعوني، ولكن ماشي سوقي، راه بلادنا. دريم ديالي اللي كنحلم نلعب مع المنتخب ديال المغرب، ولكن انا راني ماشي غير كنحلم، كندير البلان زعما كنقول واخا ستيب فور ستيب. ولي دابا رانا طلعنا البطوله الاولى ايغ ديفيزي ديال هولندا، وان شاء الله غادي البلان ديالي هو الى نلعب عام مزيان، نماركي بزاف ان شاء الله، ندير شي اصابات شي اسيست، وان شاء الله فاش نلعب مزيان المنتخب يمكن يشوفوني، ولا راه داكشي اللي كنتمنى. ولكن زعما حتى دابا الحمد لله راه كنلعب الكره، كندير داكشي اللي كنبغيه بزاف، كنربح به الفلوس عاوتاني، راه داكشي ماشي با نورمال، والحمد لله راه زعما يا ما كرهتش نلعب مع المنتخب، ولكن حتى داكشي اللي عندي دابا كنحمد الله. الكره اللي كيبغي الكره واللي بغى يوصل زعما لاعبي بروفيسيونيل، اللي مهم كاع الى كيعجبو الكره بزاف ويخرج فوقاش ما عندوش شي دقيقه خاويه يبغي يلعب الكره، هذه اللي مهمه كاع. بحالي انا في الاول ما كنتش كنفكر على واخا واش نقدر نربح الفلوس بها ولا يكون عندي حياه زوينه ولا نلعب مع المنتخب. اول فاش كنت صغير كاع كنت غير كنفكر على واخا بغيت نلعب الكره حيت كتعجبني، بغيت نلعب الكره حيت كتفرحني، هذاك الشيء. و فاش عندك هاد الحاجه اولا فيك خصك تكون تريني حماقيتي بلونتريمون بزاف، فيما شفتي شي كره كتلعب بها، فيما شفتي. و واحد الحاجه حتى هي مهمه ما نساهاش، ما عرفتش الكلمه العربيه، فاتسيشتن فايس فاس فاتسيشتن هايس نسيم تضحي زعما ساكريفايس از فيري امبورتنت. خصك كاينين بزاف د الحوايج في الحياه، شي مره بغيتي تخرج، شي مره بغيتي تمشي مع صحابك دير شي حاجه، ولكن اللي مهم بزاف الا تقول داك الشيء راه ماشي مهم. انا راني كنتريني، انا عندي واحد الحلم اللي بغيت نوصله،
داكشي ما خصنيش نديرو. شفت جمهور ديال اتحاد طنجة راه داكشي با نورمال. عمري ما شفت شي حاجه بحال هذيك. زعما هما كيغنيو 90 دقيقه مقابله كامله وهما كيغنيو. ما كاينش داكشي. كاين عندنا الجمهور زوينين ولكن دابا هاد الوقت ديال تيك توك وانستغرام راه حتى كتشوف داكشي في الاوروب كتشوف الجمهور ديال المغرب. و ان شاء الله اتحاد طنجة غادي تبقى في البطوله الاولى و يا باش نفرحوا كاملين بينا. لي نخدم نقول لعائلتي والوالدين ابلا بكم ما نكونش فين راني دابا الحمد لله. و دعوا معنا ان شاء الله الى نلعب مع المنتخب ديال المغرب ونوصل شي فرقه مزيانه. راه باقي عندي شويه ديال الوقت و داكشي والمغرب كامل خصنا نكونوا proud on ourselves مورا هاد World Cup. كل فيما مشيتي راه الناس كيعرفونا دابا وخصنا go out with the chest and نمشيو لقدام ونوريو لهم زعما ما تخبعوش. انا فخور بان مغربي وكنتمنى نلعب مع المنتخب ديال المغرب ونهز الرايه بحال هكا ونوريها لبلادنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.